كانت هذه وجهة نظر الهيئة المستقلة للانتخابات. الهيئة المستقلة بتقول لك أنه أنا بالنهاية أتلقى مثل هذه الملاحظات من عدد من الأطراف، ولكن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان كان يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، بل أنه قالوا بأنه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان يبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل. ما هو موقف المركز الوطني لحقوق الإنسان؟ نتابع هذا الموضوع مع الأستاذ علاء العرموطي، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. أستاذ علاء، مساء الخير. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. يعني ما هو تعليقكم على تصريحات الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص التقرير الذي أصدرتمه؟ والله يا أخي الكريم، أنا شخصيا والمركز يعني ما بنحب ندخل في حالة سجال يعني مع أي طرف كان. احنا قدمنا عملنا وهي عملنا حطيناه أمام الأشخاص اللي يعني بهمهم واللي موجه لهم، ويعني كيف ينظرون إليه هذا كل واحد له وجهة نظره. ف يعني احنا اشتغلنا واجتهدنا واعددنا العدة وتسلحنا بكل ما يمكن أن نقوم به من أجل أن نقوم بعملنا بحيادية وموضوعية. وأعتقد أخي الكريم، أن من يقرأ تقرير المركز يرى في لغته وأرقامه وطريقة وتركيب عباراته واستنتاجاته وربط بعضه ببعض يرى الموضوعية ويرى محاولة الدقة والحيادية في جمله. لا يوجد هناك أي انفعالية في التعبير ولا أي يعني نبرة سياسية ولا شيء من هذا الكلام. نعم. طيب أستاذ علاء، وكنا نرجو أن يتم الرد على التقرير إن كان هناك رد بنفس النبرة الهادئة. طيب الهيئة المستقلة للانتخاب، مثلا أعطيك بعض الملاحظات التي تكلم بها قبل قليل معنا الأستاذ جهاد المؤمن النطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة. طبعا. قال بأنه المركز الوطني لحقوق الإنسان راقب فقط على 19% من الصناديق، هذا وفق ما أنتم قلتوا في التقرير، وعنده 1500 مراقب من أصل 8000 صندوق تقريبا. أخي الكريم يعني نعم. كل من يخوض العملية الانتخابية، كل من يخوض أي انتخابات، من المعلوم من أبجديات الانتخابات لا يوجد جهة تراقب على كل الصناديق. أنت تراقب على ما بين 20% إلى 25% من الصناديق، وهذه عالميا هي النسبة التي يقوم فيها الجهات المراقبة بالمراقبة. يعني فهذا ليس شيئا مستغربا، هذا هو يعني الذي يخوض الانتخابات ويعلم أبجديات الرقابة يدري ويعلم أنك لا تراقب كل الصناديق، وليس من المطلوب منك أن تراقب الصناديق. أنت تأخذ عينة جيدة ما بين 20 إلى 25، هذه كافية عالميا كنسبة لأن تعبر لك عن الوضع السائد في الانتخابات، وهي عينة لا بأس بها. و1500 مراقب، إذا كان 1500 مراقب مش كافيين أخي الكريم لأنه يعكس صورة الانتخابات، فما الذي يكفي؟ هل احنا مطالبين يكون لنا 10000 مراقب؟ طيب هل صحيح يعني أنه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان خلى من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة؟ أخي الكريم، احنا جهة رقابة، لسنا جهة تدريج خطابات مديح. احنا نرى أين الخلل ونشير إلى هذا الخلل. نعم. مش أننا نحن نشير الخلل، نحن لدينا معايير، نقول هذه المعايير هنا تم الانحراف عن هذه المعايير من خلال إما معايير دولية أو معايير داخلية قانونية. فنحن هذه وظيفتنا، مش كل شغلة صح تعملها بدك تعمل فيها يعني تقرير يعني، وإلا بجوز يحتاج 10000. يعني أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما قامت به الهيئة بشكل صحيح. يعني هل أنا مطلوب أن أعدد الصح وهو المفترض في عمل أي هيئة؟ فهذا لا يقلل من الجهد الذي بذلته الهيئة، ونحن شكرناها وأشرنا إلى بعض وأشدنا ببعض الجوانب التي وجدنا أنه يجب الإشادة بها وأشدنا فيها بالتقرير، ولكن وظيفتنا نحن أن ننبه على الخلل وعلى المخالفة وعلى الانتهاك، وهذا ما فعلنا ذات الاستطاعة إن شاء الله. طيب أخيرا، يعني هل هناك بالعادة بعد أن يصدر التقرير النهائي هل هناك أي إجراءات أخرى يقوم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان؟ لا يا سيدي الكريم، نحن انتهى عملنا بأنه أصدرنا تقريرنا وأعطيناه للمسؤولين، وهم عليهم بعد ذلك أن يقوموا بالبناء على ما قدمنا. نعم، الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا لكم. يعني بالنهاية هذه هي وجهتا النظر في الموضوع،
وجهة نظر الهيئة المستقلة للانتخاب ووجهة المركز الوطني لحقوق الإنسان. أحببنا أنه نبسط الرأيين وللمواطن الحكم.